بتعرفوا لما كان المسيح أمام المحاكمة حاولوا جابوا شهود، ومكتوب في آية 56 مرقس 14: ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: لاحظ انتبه، أأنت المسيح، طبعا اللي بيستنوا اليهود، ابن الله، ابن المبارك؟ ده التايتل تبع يسوع المسيح اللي بيعرفوه اليهود. فقال يسوع: أنا هو. وسوف، مش بس هيك، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ وعلى فكرة محكمة المسيح ليس على شيء فعله، يعني جريمة أو شيء عمله المسيح، ولكن على شيء قاله يسوع المسيح، شيء اتكلم فيه، شيء أعلنه عن نفسه يسوع المسيح.